نجح فين؟ ايه اللي حصل في القعده؟ انا هرجع لحضراتكم بس عايز اسمع القصه. كان في اخر لقاء للسيد الرئيس مع المحافظين في الاجتماع بتاع استرداد املاك الدوله، كان السيد الرئيس اجتمع فكان لوح لجزيره الوراق بس بدون ما يسميها، فحصل قلق. انا عايز اشوف لوح. انا هقول لك بقى لحضرتك. فهو في وقتها لما قال لك جزيره لا تقل عن 1250 فدان، ايوه، والجزيره دي اللي قاعدين فيها دي املاك دوله، واللي قاعدين فيها طبعا بيصرفوا في النيل ومش هنسمح بالكلام ده. وبعديها بيومين في مذيع في احد القنوات قال ان السيد الرئيس امر بتحويل جزيره الوراق الى مركز مال واعمال على غرار منهاتن في امريكا. بدا يحصل قلق. فوجئنا ان السيد الرئيس الحي الاستاذ محمد نور قال عايز التقي بمجموعه من اهل الجزيره لان جايب لهم بشره خير عشان الهواجس اللي عندهم نطمنهم. ففعلا لبينا الدعوه وراح 7-8 انفار من الجزيره، كنت انا واحد منهم، والتقينا بيه. قال انا ما رضيتش اجي بالرغم ان انا تسلمت عملي من اكتر من 20 يوم، وكنت متخوف انزل الجزيره من القلق اللي في الجزيره، ولكن ما فكرتش انزل امبارح والتقي بكم النهارده. قال لي بعد ما الحمد لله جبت لكم اخبار ساره كويس خير. قال كان في اجتماع في وزاره الدفاع يوم الخميس اللي فات والتقينا هناك، وقال والسيد المحافظ بعت كمان معايا رساله غير اللي من وزاره الدفاع ان نطمنكم في تطوير وليس تهجير. قلنا له احنا فعلا كلنا بنرحب بالتطوير، ولكن التطوير ده لازم ينتفع بيه اهل البلد قبل اي واحد جاي من بره. صح. قال ده حقكم وده حقكم علينا. حلو. واحنا هنأجل اي كلام في اي مواضيع ان كانت ازالات او غيرها، هنعمل وفد من اهالي الجزيره فعلا بالفعل المخطط الخاص بجزيره الوراق تم الانتهاء منه في وزاره الاسكان، وهنناقشه وفد من الجزيره يناقشه مع المهندسين في الاسكان، وان كان عندكم ملاحظ عليه تضيفوها، وان كان عندكم اي مشكله تقولوها، وربنا يوفق ان شاء الله وهنتعاون مع بعضين. قلنا له احنا ان كان في اي مخالفات حضرتك عايزنا نتعاون فيها زي ما اتعاوننا قبل كده هنقف، لو حد مخالف هنزيل بايدينا. كويس. وقمنا كان هنا لو احنا لو حضرتك لو نتابع بقى الكلام ده صح، كان مفروض ان الازالات دي تتم بعد اللقاء الجماهيري وبعد ما يتعرض المخطط على الناس، والناس تعرف انها في مأمن، وتعرف ان الفرد اللي هو نازل يهدله ده هو فعلا بالفعل راجل مخالف، وان القانون مش هيحفي حد ايا كان مخالف. حتى رئيس المدينه بيقول القانون هيطبق على الكل. قلت له مبدئيا يطبق عليك انت كرئيس مدينه وعلى المحافظ بتاعك قبل ما يطبق علينا، انتوا تحترموا القانون الاول. هل ما قعدتوش مع اللواء كمال الدالي محافظ الجيزه وكنتوا حوالي 120 واحد؟ هو قال لي ما حصلش ده الكلام ده، هيبقى لسه المفروض الخميس الجاي بعد بكره. هو بعت الرساله على لسانه ونواجه يعني المصر. يعني ما حصلش ان كان في لقاء في رمضان لا مع لا بعت مندوب عنه وهو رئيس المدينه، ووعدنا ان السيد المحافظ هيرتب اللقاء مع اللجنه الخاصه بتطوير الجزيره عشان تعرفوا بعد كده الازالات فين. طب من يوم اللقاء ده لغايه يوم الحد ما حصلش اي اتصال بيكوا ولا اي كلام؟ ولا سابق انذار اصلا، ولا سابق انذار.